بشهر رمضان بتعجق السفرة بكل شي طيب، لدرجة انه بصير ننسى شو اكلنا وشو ما اكلنا، وبصير التركيز اكتر على الحلو والعصير. اما الفواكه بتصير منسية على الرغم من انه فوائدها كتيرة. شو فوائد الفواكه على جسم الصايم؟ هيدا الشي بنعرفه مع اخصائية التغذية روى بودرغم. هاي روى. هاي فاطمة. هلا دايما انا بقول لهم كلوا سعراتكم الحرارية ما تشربوها، لانه دايما بالمشروب بتكون كتير اعلى وما بنكون اخذنا الفايدة هي ذاتها، ما فيها الياف. عصير الليمون دايما بيكونوا عصينه على السفرة الرمضانية، بيكون كتير عالي بالسعرات الحرارية، كل كباية فيها 250 ل 300 كالوري، يعني تقريبا بتعادل 4 ل 5 ليمونات. لهيك افضل ياخذ واحد ليمونة كاملة بالالياف وبالفيتامينات بتشبعه افضل من المشروب. وبيجيك غير انواع عصير فيها افوكا وفريز وموز وحليب وكتير غيره، هيك بتصير اعلى بكتير بالسعرات الحراريه. هلا من فوائد الفواكه، اكيد كلنا بنعرف انه بتعطي الفيتامينات والمعادن اللي احنا بنكون عم تنقص من جسمنا خلال شهر رمضان، لهيك هي عم ترجع تعطينا اياه هون، عم تعطينا طاقه صح، وعم تعطينا الطاقه اللي نحن فاقدينها بنكون خلال النهار. بس بدنا كثير ننتبه للكميه، لانه سكر طبيعي بس اللي هو كمان عالي بالسعرات الحراريه، كثير ما ننتبه للكميه اللي عم ناخذها، ما ضروري نحط الجات ونضلنا عم نتسلى كل السهره فيه، حبه او حبتين بتكفينا. هيدي كانت نصيحتي اليوم، ونشوفكم بكره بنصيحه جديده بشهر رمضان.